مع ضغط الشغل والحياة اليومية والروتين بتاع اليوم بتحتاج ان انت على الاقل تفصل. مش هنقول تفصل كل اسبوع ولا كل شهر، بس كل لما تلاقي نفسك، طبعا كل واحد وقدرته على الاحتمال يعني، بس تلاقي نفسك محتاج تاخد لنفسك يوم كده تفسح فيه، يوم تفسح فيه المدام، تفسح فيه الاولاد، زي ما يجي معاك يعني. عايز تفسح لوحدك اتفسح لوحدك، مش مهم هم، عايز تاخدهم معاك ما في، لان هو المضغوط طبعا، فطبيعي ان هو اللي يدور على نفسه في المواقف اللي زي دي. سؤالنا بيقول لو عندك فرصه تقضي يوم في اي مكان في مصر، ممكن تروح فين؟ ممكن تروح فين منه؟ بص، احنا كان عندنا في صباح الخير عادة على مدار سنة بحالها ان احنا نطلع كل اسبوع من محافظة من المحافظات. انا لسه كان في مخي ان انا نفسي اخلص كل محافظات الجمهورية، فانا لسه فاضلي الوادي الجديد وشلاتين ومرسى مطروح، وايه تاني افتكر معايا انت؟ انا رحت حاجات من دي. انت رحت شلاتين؟ لا ما رحتش شلاتين، رحت الوادي الجديد. رحت الوادي الجديد ورحت مطروح، مش مع صباح الخير، رحت الوادي الجديد مش مع لا لا انا بتكلم مع البرنامج عشان نبقى طلعنا من كل الاماكن. ممكن افتكر بقى دلوقتي مش بنتكلم في الشغل يا دكتوره منى، احنا بنتكلم في لو عندك فرصه انك تقضي يوم تفاني. في اي مكان ده تفاني، انا باخد اجازتي في الشغل. طيب تمام. لا تعليق. وانت هتعمل ايه؟ لا طبعا انا محتاج الافصل بعيد عن صخب الحياه بقى، مش عايز صوت، مش انا من الناس اللي بتميل للهدوء شويه، فمش عايز صوت، مش عايز نور، مش عايز مزيكا، مش عايز كلاكسات، فممكن افصل في مكان من الاماكن اللي بتكون في الصحراء بقى، المعسكرات اللي بتكون في الصحراء، الكامب، عارفه انت، الخيام والحاجات دي. اقضي يومين بقى هناك بقى حيث ما فيش شبكه موبايل، ودي حاجه مهمه جدا. نركب خيل، نركب عربيات، نطلع سفاري، حفلات شوي، كل الكلام ده بالنسبه لي اعتقد ان هو افضل لوحدك ولا مع الاسره؟ لا مع اصدقائي، ده الرحله دي تطلع يعني تروح مع اصحابك اكتر يعني، وخصوصا لو كنتوا عشره، مش حتى يعني معرفه سنه سنتين ثلاث سنين، لا لو في ناس بينكم وبعض ذكريات سنين مثلا 10 20 سنه، لان الذكريات مكانها او يعني لما تفتكروها في المكان ده اعتقد انتم ممكن تعملوا كمان ذكريات ل 20 سنه قدام. اكيد القصه بتبقى كلها في انك عندك فرصه تقضي يوم واحد بس وهتقدر فيه تفصل وتنبسط وتغير من حياتك، اتفضل. عندك فرصه انك تقضي اكتر من يوم برضو، اتفضل. مع الاسره خير وبركه، مع اصحاب شاذلي ومع شاذلي يشرفوا طبعا. يشرفوا، نطلع رحله كلنا اكيد. لو عندك فرصه تقضي يوم في اي مكان في مصر هتروح فين؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها معاكم في حلقه النهارده. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.